احنا بنتمنى انها تصير هدنه، لان الوضع زاد عن حده، اولاد صغار بموتوا، بيوت بتهدم، عدوين مش عارفين ايش نسوي. والله جمعها على خير وحلها على خير. احنا بدنا هدنه، بدنا نعيش زي باقي البشر العالم هي عايشه، مش غير نعيش واحنا نموت. الاقصى مش لحالنا والدنيا مش الكوكب مش لحالنا. تمام؟ الكوكب مش لحالنا، بدنا نعيش، بدناش نموت. بدنا حياه، بدنا فيوتشر. احنا من الشمال، من اهل الشمال، نزحنا على خان يونس ومن خان يونس عرفه، وهلقيت بقولوا انزحوا من رفح. طب احنا وين نروح؟ احنا المواصلات غاليه، المعيشه غاليه، احنا من قبل الحرب واحنا غلابه وفقراء، كيف يوم ما اجي الحرب علينا؟ وانا بتمنى من الله ان تصير هدنه بين الطرفين ونعود الى بلادنا وديارنا، فهذا املنا الوحيد، والامل بوجه الله اول حاجه، ثم بوجه الامه العربيه والاسلاميه. فنامل من الله ان تكون تثبت هذه الهدنه ونرجع الى ديارنا ومنزلنا ودورنا وبيتنا وبين احضان اهالينا. تنقلت على الانصراط، ومن الانصراط على الدير، ومن الدير على خان يونس، ومن خان يونس على السلطان، ومن السلطان هان، وزقنا يعني تنقلت. خلاص لقيتها، قلنا خلاص اخر مره يعني، وطلع كيف قنابل الدخان قربت زياده عن اللازم، يعني هذه لا تقل عن 3 كيلو 4 كيلو بعيد عنا. نتمنى نتمنى ان شاء الله، عشان كرمال هالشباب، كرمال هاللي راح، وكرمال مش عارفه ايش احكي لك، انه الواحد كل واحد فيه جرح، فيش بيت، فيش واحد نازح ما عنده جرح اكيد، والضغوطات هذه الله يستر، مش عارفه ايش احكي بجد.